المصريه. مساء الخير يا كابتن ياسر. الخير يا كابتن فاروق، وتحياتي ليك وتحياتي لكابتن شريف. تحياتي كابتن ياسر، وحشنا. الله يخليك يا كابتن. حضرتك كابتن ياسر، حضرتك اكيد شاهدت اللقاء، الحكم باميلا كيتسيما الاثيوبي، كيف رايت اداؤه خاصه ان في ضربه جزاء واضحه كالشمس لوليد ازارو، وما هي امكانيات هذا الحكم حتى يسند اليه انه يحكم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ والله بص يا كابتن فاروق، هو طبعا في البدايه الاول لازم نهني لعيبه الاهلي وجهازه على الاداء، والنتيجه ان شاء الله هم قادرين ان هم في مباراه العوده ان شاء الله ان هم يعوضوا النتيجه دي ويعملوا نتيجه ايجابيه ويرجعوا بالكاس ان شاء الله. بص يا فاروق، هو طبعا احنا لما نيجي نتكلم على الحكم دايما بنقول ان المباراه النهائيه تحديدا تحتاج حكم من العيار الثقيل، اكيد تحتاج حكم من الاسماء اللي هي معروفه حتى بالنسبه للعامة. نعم، سيبك من المختصين، يعني حتى الحكم او الناس اللي في الشارع تبقى عارفه اسم الحكم. نعم، الحكم بتاع النهائي يعني انا بعتبر ايه، هم حكام اللغه طبعا ومن الحكام المعروفين في افريقيا، ولكنه مش من حكام الصف الاول. مش الدرجه الاولى، مش من الليفل الاول يعني. بالظبط كده، يعني مثلا مش زي جسامه، مش زي اريك توجو، مش زي اليوم معادي. الفتره اللي فاتت تعبت كتير قوي. يعني هتلاقيهم مره بيلعبوا للاهلي ومره بيلعبوا للوداد، نفس الوضع برضه جهاد. يعني في اربع خمس حكام في افريقيا بقى لهم اكتر من دور بيشتركوا بصفه دايما. فانا يعني اللي انا شايفه ان لجنه الحكام الافريقيه اتزنقوا، وفي الاخر هم بقى عندهم زي ما احنا بنقول اربع ماتشات في النهائي محتاجين لها اربع حكام وقال. اللي انا شايفه لا، هم ما وصلوش المعدل، بدليل ان جسامه هو اللي هيلعب ماتش العوده، وجسامه تقريبا بقاله يعني ثلاث اربع ماتشات ولا بيلعب النهائي. طب استاذ ياسر، كابتن ياسر معلش انا اسف، في حاجه مهمه جدا. يعني ايه لجنه التحكيم، رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي اتزنقوا؟ يعني دي كلمة بالنسبة لي، امال هو بيعمل ايه؟ ما هو شغلته ان هو يرتب ويحضر ويبقى دارس اوراقه، عارف الحكام بتاعته الرانك بتاعها ايه او مستوى ادائها ايه، عشان لما اجي المرحلة النهائية ودي اقوى بطولة قارية على مستوى الاندية اكون مجهز نفسي في ان انا ابعد نفسي عن المشاكل. انا معاك في اللي انت بتقوله، ولكن بقول لك ارجع للتعيينات هتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده. يعني مثلا الاهلي لعب الترجي، هتلاقي اليوم هو اللي كان الرابع امبارح. جسامه لعب ماتش مصر والكونغو والنهارده برضه هو بيلعب الاهلي. جهاد لعب ماتش تصفيات كاس عالم وراح لعب الافريقي وسيو سبورت. هي انا شايف ان هم ثلاث اربع حكام هم اللي بيلفوا. يعني كابتن ياسر، انت راضي عن المصري بدا يتعمل برضه في ثلاث افريقيا؟ كابتن ياسر انت راضي عن طبعا خلينا نتفق ان ركله الجزاء بتاعت امبارح ما اتحسبتش لازارو، يتفق عليها العامه قبل المختصين. ده ضربه جزاء صحيح واضحه كالشمس. طبعا ركله جزاء ما فيهاش فصال وما فيهاش كلام وما فيهاش يعني ايه حتى اي مبرر. الراجل زود رؤيته مفتوحه، الكوره طولت من المدافع حاول ان هو يطلعها مره ثانيه، ازارو سبق ولمس الكوره والمدافع شاط رجله. طب كابتن ياسر، هو كان قريب وحتى زاويه الرؤيه بالنسبه للمساعد ما كانتش مقفوله، يعني ازاي؟ برافو عليك، لو قلنا هو نظره خانه وما عرفش مين اللي وصل للكوره الاول، المدافع ولا المهاجم، فكان لازم يعاونه المساعد، خاصه ان هو اتدخل في اكتر من لعبه. يعني المساعد رقم واحد تحديدا اتدخل في اكتر من لعبه، ولو رجعت لهم هتلاقيهم معظمهم كانوا على المهاجمين. بقول له احنا متعودين على كابتن ياسر، احنا الاربع ماتشات اللي فاتوا الحقيقه احنا تبلدنا، احنا متعودين على التحكيم ده بصراحه. انت اديك شايف، وانت ايه رايك؟ انا مش عارف، يعني ده مش الراجل بتاع امبارح بس. ده انت احنا اتكلمنا في القصص دي، وعايز اقول لك برضو ايه، يعني انا مش عايز اكون متشائم. الدنيا كلها بتقول دي مباراه نهائيه والاتحاد الافريقي بالكامل هيكون موجود وممكن يحضر باسم الاتحاد الدولي والكلام ده كله، ولكن برضو ايه انا متخوف شويه وقلقان شويه، لان جسامه هادي قوي. يعني جسامه اللي هيلعب الماتش الجاي هادي قوي زي عن اللزوم، وطبعا احنا شفناه في مصر واوغندا كان رائع، ولكنه برضو مستواه مش اللي هو ثابت كل الماتشات، لا ممكن شويه تحت وشويه فوق. بعدين برضو كابتن هيلعب بعديها المغرب وكوتوفار في التصفيات. الايه يا كابتن؟ هيلعب بعد لقاء الاهلي والوداد ماتش المغرب وكوتيفوار في تصفيات كاس العالم. وخلي بالك المغرب وكوتيفوار ده الخطوه الاخيره للفرقتين، يعني ده ماتش فايز لازم يكسبه. ده برضو
وده برضو نوع من انواع الضغوط هتبقى موجوده على الحكم. يعني برضو ده الحكم برضو هيبقى حاطه في دماغه الماتش تقريبا بعد ماتش الاهلي باسبوع. فده اللي انا بقوله، هو التكرار بتاع الحكام هو اللي عامل لنا احنا الازمه دي وعامل للكاس الازمه دي. الاخطاء كتير، المستويات يعني رجعنا 20 سنه ورا، يعني كنا بنشوف الكلام ده. ما هو كابتن ياسر بهذه التصريحات، هذه التصريحات حضرتك راجل من حكام النخبه وعندك رؤيه على المستوى العام، وحضرتك نقلت لنا ان دلوقتي لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي فجاه اتزنقت وصحيت من النوم، ايه ده انا عندي دوري ابطال افريقيا ونهائي، والراجل في ملاك سيميا ده بتاع اثيوبيا ربنا ما يوفقه فجاه كان في الهند وراحوا جايبينه عشان يلعب اللقاء، والموضوع كده دخل فيه شويه دربكه. طب الدربكه ديت يتحملها الانديه والمنتخبات؟ فاروق خد بالك برضه يا فاروق ان الماتش اللي فات بتاع الاهلي اللي هو لعبه ايريك توجو من جنوب افريقيا تمام ما كانش هو اللي كان محطوط فيه. نعم. اللي كان محطوط فيه كان دانيال بينت. بعد ماتشنا مع اوغندا في اوغندا والمستوى اللي ظهر فيه الطقم كله فهم مغيرين الطقم كله. طب لمصلحه مين يا كابتن اللي بيحدث ده؟ يعني اللغط اللي عمال يعني بيحدث في داخل اورقه لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي لمصلحه مين؟ يعني برضو الحكم بملكة سيمبيا كان عندنا برضو تقارير بتفيد ان هو لم يكن هو الا مرشح للقاء الاهلي والوداد وتم تغييره في الاونه الاخيره. طب ايه لمصلحه مين اللغط ده؟ لا هي المعلومه طبعا دي انا مش عندي اذا كان هو كان محطوط من الاول ولا هو اتغير، ولكن انا عايز اقوله ايه يعني خلي بالك ممكن ما يكونش الكلام اللي انا بتكلم فيه ده كله متعمد، ولكن هو اخطاء متراكمه للشغل. فوصلنا في الاخر للمرحله دي، وصلنا في الاخر لمرحله ان احنا النهارده بنلعب في مركز عالم بحكم هو اللي بنلعبه لنفس البلد بعديها باسبوع، والكلام ده كان بيتراعى، يعني الكلام ده كان بيتراعى عشان ارفع الضغوط عن الحكم. يعني انا مشفق برضه على جسامه عنده ماتشين مهمين جدا، نهائي كاس افريقيا ويعتبر ماتش نهائي لدخول كاس العالم، واحد انديه واحد منتخبات. نعم. ظرف اسبوع لنفس البلد. والمغرب مش من البلاد اللي هي صغيره في افريقيا كرويا، لا. لا مفيش كلام، مفيش كلام. البلاد اللي ليها اسم وليها باع. يعني انا اتمنى ان يعني تصريحات النهارده كان الاستاذ طبعا الكابتن مصطفى مراد فهمي كان له تصريحات اليوم وقال انا يعني تعاملت مع الكابتن هيسه حياته في الاتحاد الافريقي كثيرا واكثر شيء حاولت تغييره ولكن لم نستطع هو الارتقاء بمستوى التحكيم، وكلام حضرتك بيؤيد هذا الكلام الصراحه. ما بص برضه يا كابتن عايز اقول لك ايه، في فتره بتيجي من الفترات سواء على اي بلد من البلاد او على اي منتخب من المنتخبات بتلاقي ان جيل اللعيبه الموهوبين بيقل. نفس الوضع حصل في افريقيا، الموهوبين كحكام قلوا. بدليل النهارده احنا مش عارفين نحفظ اسم 10 حكام على بعض. طب وليه يا كابتن ده ما بيحصلش في دوري ابطال اوروبا؟ هقول لك الاعداد الجيد والاختيار من البدايه الجيد والمتابعه والتطوير الدائم قاعده اوسع. هو كابتن شريف بيقول القاعده اوسع، اصل احنا يعني لما بنتابع دوري ابطال اوروبا وبنبقى شايفين مستوى التحكيم من اول دور المجموعات بيبقى الوضع مختلف، بتبقى شايف حتى بص يا كابتن ياسر اخطاء التحكيم دائما وارده، ولكن لما تيجي وهتفضل موجوده وبتحدث، ولكن لما تيجي تحط لي او تعين لي حكم في لقاء مهم، لقاء مصيري، لقاء نهائي، لا نرى ذلك في نهائيات دوري ابطال اوروبا، لان بنبقى حتى لما الحكم بيبقى معين وبيخطا بيبقى باين ان ده مستواه على مدار الموسم عامل ازاي، ويعني نتيجه الى ذلك يتم اسناد المباراه النهائيه بالنسبه لي. واساس الاختيار ان انا اكون مهيئ له الاجواء الصحيه ليه هو. يعني ببقى رافع عنه الضغوط ورافع عنه الحرج ورافع عنه الشبهات ورافع عنه كل حاجه. وبعده عن الفرق لفتره عشان في الاخر لما يلعب لهم ما يبقاش في تاريخ مسبق مع اي فرقه من الفرق. يعني انا برضه عايز اقول لك حاجه لو انت لاحظتها، احنا بنتكلم امبارح ان نص الفرقتين تقريبا عندهم انذارات. نعم ده حقيقي. ولو كانوا خدوا انذار ثاني ما كانوش هيلعبوا المباراه النهائيه. ومفيش انذارات طلعت الا فين وفين يعني. طلع انذارين تقريبا او ثلاث انذارات تقريبا، ثلاث انذارات والثلاثه كانوا للوداد. الثلاث لعيبه ما عندهمش انذار قبل كده. يا كابتن ياسر احنا لما بنلعب هنا في استاد برج العرب مع اي فرقه في ماتشات افريقيه دي التاني تايم بنلعبه 70 دقيقه.
انا ما وبعدين يجي يديك 3 4 دقائق وقت ضايع، انا مش فاهم الحكايه دي. الجول يقعد ياخد له 5 6 دقائق. لعيب شفته انا امبارح، انا كنت في الملعب، وقع هناك عندنا في الملعب، بعدين مشي لغايه نص الملعب، فما لقى الكره معانا راح رامي نفسه وقع تاني، راح موقف الماتش وراح رايح له وجايب الفرقه، ودي بتاخد لها 3 4 دقائق. انا مش عارف دي انتوا بيحسبوا ازاي حكايه اضاعه الوقت دي، وانا مش عارف ازاي العب انا رايح مني ربع ساعه في هاف تايم واحد على ارضي، وانا هناك لما بروح اي حاجه بشوف الرادع قوي جدا عليا، بشوف ضربات الجزاء. يعني انا الكره اللي الراجل حطها بره بتاعه الترجي، واكرامي طاير عادي، المهم رجله جت يعني في حسب الكره بعد ما خرجت من الملعب حسب ضربه جزاء، لان النيه مبيته. انا بتفرج على الحكام نيتهم مبيته. الراجل اللي اسمه ازارو ده بيتكنس هو والكوره وبيطير من على الارض، وبتعمل كونتر اتاك عليا وبتيجي جول فيا، الجول اللي هو بيهددني دلوقتي وقلب نظام الماتش كله. ان انا كنت بلعب على 2-0 و3-0، النهارده بيلعبني ان انا حتى لو 2-1 نتيجه غير مرضيه. فزي ما يكون في هدف جاي علينا، انا ما اعرفش انت حاسسها معايا ولا ايه من 3 4 ماتشات فاتوا. لا هو طبعا انا زي ما بقول لحضرتك، هو مش قصه تربص ومش قصه اتجاه عام للحكام، ولكن انا بتكلم في امكانيات، انا بتكلم في امكانيات حكم او قدرات حكم، انما اكتر من كده لا ما اقدرش. طب كابتن ياسر، تتفق ان الكره الاولانيه، الهدف الاولاني للوداد، هل هي مخالفه واضحه لوليد ازارو؟ لا، بالنمط اللي هو حكم فيه الماتش لا، يعني هو في لا، انا من وجهه نظر حضرتك، انا ما بتكلمش على ما خلاص، ما احنا عارفين تحديدا. لا الكره دي تحديدا لا، ما فيهاش حاجه، الراجل وصل للكره الاول والاحتكاك اللي حصل بعد كده ده احتكاك طبيعي. يعني ده نتيجة ان هو التاكلينج بتاعه، فده احتكاك طبيعي. ده احتكاك طبيعي، ولكن ضربة الجزاء ما فيش كلام، نو كومنت. باين. لا 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 يمكن يختلف عليها يعني اثنين، وزي ما انت قلت يا كابتن فاروق، كان لازم لو هو ما اداش قرار وما شافش، كان لازم مساعد رقم واحد كان لازم يتدخل ويقول. كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن طبعا مصر في التحكيم والمحكم الدولي السابق، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلام باين ان في لغة كابتن في الاتحاد الافريقي، هو التحكيم بس.